خده بالهداوة كده، هو تعبته واحدة واحدة بالسياسة عشان يرجع وياك. ألاقيه بس الأول يا أمال وإن شاء الله أخده على هوا. إن شاء الله هتلاقيه، مدام نجار قالت إنه قاعد في مارينا ويا أصحابه، يبقى إن شاء الله هتلاقيه. ربنا يسهل. مش عايزة حاجة قبل ما أمشي. عاوزة سلامتك. وانت كمان بقيتي كويسه، وشك منور. ربنا يكبر في خاطرك، ارجع لي انت بس باحمد، وانا التعب يروح مني على الاخر. ان شاء الله هرجع بيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عبده نعم. لما تشوف احمد قول له انت وحشت امك قوي، قول له انك من ساعه ما سبت البيت وهي راقده عيانه نفسها تشوفك. لو لقيته تاكدي اني هرجع بيه. اطمني. لا اله الا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام. يا رب بحق جاه النبي حبيبك واهل بيته تهديه لابوه ويرجع وياه يا رب. يا هنا يا محمد. يا هنا. نعم يا اخي. مش هوصيك على مرات خالك. ما تقلقش يا خالي، دي في عناية. انت عارفه مواعيد الدواء، لو حصل لها حاجة بعد الشر ان شاء الله مش هيحصل لها حاجة، ما تخافش. معلش، لو حصل لها حاجة محمد انت وهنا تاخدوها على المستشفى او تطلبوا الدكتور، فاهم يا محمد؟ ما تقلقش يا بابا، كله هيبقى تمام بإذن الله. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. بابا هوصلك لغاية تحت. لا لا خليك انت مع والدتك. لا اله الا الله. محمد رسول الله، خلي بالك من نفسك يا خير، مطمنة عليك. ربنا يستر طريقك يا رب. ما انت هترد، يعني هترد؟ ما هو اكيد اللي بيننا ده ما كانش لعب عيال. يا رب يا رب اروح فين واجي منين بالمصيبه اللي انا فيها دي؟ انا حتى مش عارفه اشتكي لحد. طب اشتكي لمين؟ انا غلبانه اصلا وماليش حد. بس انا مش هسكت، انا مش هسيب حقي. انا هعرف اجيب حقي ازاي ومنين واروح لمين؟ اهلا يا هنا، ازيك؟ ازاي حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله. ما تقعدي يا بنوته واقفه ليه؟ في ايه؟ شكلك كده عايزه تقولي حاجه ومش عارفه تبتدي ازاي. ايه راي حضرتك في الجواز العرفي؟ الجواز العرفي؟ ايوه، عايزه اخد راي حضرتك. هو موضوع حيوي ومهم جدا. انت بتفكري تعملي موضوع عن الجواز العرفي؟ يهمني راي حضرتك الاول. الحقيقه هنا دي مشكله مطروحه دلوقتي ما بين الشباب بقوه، وبالتحديد شباب الجامعه. بس فكره هايله ان انت تعملي الموضوع ده، بنت من الجامعه تعمل التحقيق ده. اهم حاجه بقى المصادر، يعني مهم ان انت تاخدي راي رجال علم الاجتماع وعلم النفس ورجال الدين واولياء الامور. وحضرتك؟ حضرت انا عايزه رايي؟ عايزه ابدا بحضرتك. يعني انا هبقى صاحب اول راي في الحكايه دي؟ واول اجابه واهم اجابه بالنسبه لي. هو الجواز العرفي هو الجواز العادي اللي الناس تعرفت عليه من اول ما عرفوا الجواز، كان عباره عن كلمه يعني ايجاب وقبول وفرح، لحد ما الناس ابتدت تتكاثر في العشرينات من القرن العشرين، ابتدوا يفكروا عشان الحقوق ما تضيعش يوثقوا الجواز ده في الشهر العقاري. كان المأذون هو اللي بيوثق العقد في الشهر العقاري، فيعمل حتة العلانية الناس كلها تعرفه، وفي نفس الوقت يكتسب حقوق في مواجهة الحكومة أو القانون. طب والجواز اللي الناس ما تعلموش يبقى إيه؟ لا، الجواز اللي الناس ما تعلموش ده حاجة تانية، يعني جواز سري، يعني لا هو موثق ولا هو عرفي، وبالتالي يبقى فقد أهم أركان وهي الإشهار. ده يبقى جواز حرام. خبر اسود. وفعلا خبر اسود، لانه انتشر بصوره فظيعه ما بين الشباب، وممكن جدا ما يكونوش عارفين ان ده مخالف للشرع والدين. طب واللي متجوزين في السر يعملوا ايه؟ يعملوا ايه يعني ايه؟ يعلنوا الجواز طبعا، ويطلبوا من ربنا انه يسامحهم
على اعتبار انهم ما كانوش يعرفوا ان ده جواز حرام. يعني بصراحة هو ده رأيي، يعني ما اعتقدش انك هتسألي حد وهيخرج بره المعلومات اللي انا قلتها لك دي. بس على فكرة اهم حاجة تسألي الشباب نفسهم. انا عاوز اسأل خالد. خالد ابني؟ ايوه. ما اظنش ان خالد ممكن يبقى الموضوع ده في دماغه او ممكن يفيدك فيه. على كل حال اسأليه، يعني اهو رأيي. على فكرة هو زمانه جاي دلوقتي. جاي هنا؟ انا عازمه هو وسمية على الغدا. ايه رأيك؟ ما تيجي تتغدي معانا. مساء الخير يا استاذ سيد. مساء الخير يا استاذ. اتفضلوا، الاستاذ في انتظاركم. ازيك يا انيس سمية؟ الحمد لله. بابا عنده حد جوه؟ حد عائلي. عائلي؟ ازاي يعني؟ مين؟ تيجي يا خالد، واقف عندك كده ليه؟ ده هنا مفيش حد غريب وقاعده مستنياه. مستنياني؟ ازيك يا خالد؟ ازيك انا؟ في ايه يا اولاد، مالكم؟ انتوا زعلانين من بعض ولا ايه؟ لا ابدا يا بابا، مفيش. جت يا سميه. اهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عارفه يا سميه، البنت دي عامله حته موضوع شبابي مهم وخطير جدا، بس يا عيني اكبر من سنها وخبرتها. هو حضرتك شايفني صغيرة قوي كده على الموضوع يا أستاذ؟ مش صغيرة وبس، وبريئة كمان. انت عارفة انت عاملة زي ايه؟ زي حباية الندى اللي لسه نازلة من السماء وما اتكونتش. ويا ترى الموضوع بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم يا ست عن الجواز السري ما بين الشباب. ايه رأيك يا خالد؟ انا بريئة وزي حباية الندى زي الأستاذ ما بيقول؟ ده اللي انا شايفه بصراحة. لو حضرتك شايف كده بلاش الموضوع اصلا. لا 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 لا، انا مش عايز اصادر على طموحك، بالعكس انا سعيد جدا بالموضوع اللي انت بتعمليه، واغرب ما فيه ان بنت صغيره في سنك تعمله، خاصه انها كمان جايه من الريف. فعلا حبيت الندى التي سقطت على اسفلت المدينه. ايه التعبير ده يا استاذ؟ مش عارف، بس هو ده رايي. تعبيرات بابا البلاغيه بقى. انت عارفة انا لو كتبت موضوع عن البنات المغتربات وعنك اللي هما زيك كده، هيبقى ده عنوانه، حبيت الندى التي سقطت على اسفلت المدينة. هو ده العنوان. ايه رأيك يا خالد؟ رأيي في ايه بالظبط؟ حبيت الندى اللي سقطت؟ لا، في الجواز السري. صدقيني لو قلتلك رأيي مش هقدر أكونه دلوقتي، لأني بفكر في حاجة واحدة بس، الغدا. بسيطة، حددوا ميعاد وتقابلوا، أو في حل تاني، تيجي تتغدي معانا وبعد الغدا دماغه هيتظبط ويعرف يفكر كويس. متشكرة يا أستاذ، أنا هحدد معاه ميعاد دلوقتي. كلميني على الموبايل. اتفقنا، عن إذنك يا أستاذ. هنا ما تنسيش سلمي لي على خالد. خلي في اسكندرية، لما يرجع ان شاء الله هبلغه. عن اذنك يا استاذ. تفضل. ربنا يعطرني فيك يا احمد يا ابني. نمرة نجار كنت كاتبها. ايوه ايه زيرون. يا نسا نجار، يا نسا نجار. الموبايل اكيد حد بيطمن. الو، مين معايا؟ انا عمك عبد الحميد دراز، لسه واصل. الله يسلمك. انا سايبه لحضرتك خبر على البوابه باسم الاستاذ العظيم عبد الحميد دراز. لا ما هو دخلني خلاص. طب هتوصفي لي؟ خليكي معايا، خليكي معايا. انا معاك.
حضرتك لو بصيت فوق هتشوفني. شفتني يا أنكل؟ وهل يخفى القمر؟ ميرسي، تفضل. مفيش أخبار عن أحمد؟ طب ادخل الأول، أنا هنزل قبلك. يبقى مفيش أخبار. ها، إيه رأيك فيا يا دادا؟ وما كانش ينفع أقطعها، أنا لازم أنتي. لا، ده أنا كمان اللي هقدم الصينية بنفسي. ده إيه كل ده؟ أصل مستر عبد الحميد حالة خاصة. طب يا بتاعت الحالات الخاصة، استني. المية ما يصحش كده الراجل يزور. وإيه اللي هيخليه يزور بس؟ ده كيك وشاي بلبن. يلا لاجل الورد يتسقي العليق. علق إيه يا دادا؟ مستر عبد الحميد بابا الورد الصغير، يعني لاجل الورد الصغير ينسقي الورد الكبير. يلا أنتي بقى حضري الغدا. حضرتك نورت مارينا كلها يا مستر عبد الحميد. اتفضل يا مستر. لا معلش، انا مش هقدر اكل حاجه. ده مش اكل يا مستر، ده كيك مع شاي بلبن بس. عشان خاطر نجار. طب حضرتك تحب تاخد شاي ساده مع الانجليش كيك؟ يا بنتي كفايه كلام انجليزي، انا من الطريق افتكرت ان انا بقيت في اوروبا. حط لي سكر ولا هقلبه كفايه. يا سلام، ده حضرتك ضيفنا يا مستر. لا يكرم المرء في داره. حضرتك قلت لي الكلمه دي قبل كده، فاكر وانا بتعشى عندكم. انت بتردي الدين بقى. لا، ده احنا اللي مديونين لنجار من ساعة ما ساب ذهابها في المستشفى عشان خاطر احمد. يا رب بس يرجع يا انكل. مين اللي قالك انه هيجي النهارده هنا؟ اصحابه اياهم، الاخوه الاعداء. اصدقاء السوء. ايوه، هم دول اصدقاء السوء. انا هتصل عشان اتاكد اذا كان جاي ولا لا. ايوه يا نجار، ازيك؟ لا لسه مهلش، ما تقلقيش، هيهل. لا بس تلاقيه عدى على اي مرسى تاني، اكتوبر ولا مراقيه، اصل هو حبايبه كتير. اول ما تيجي بقى هبقول لك مين هم دول حبايبه. لا اصل انت لسه راجعه من لندن، على نياتك. يا سلام، هو بيعمل ايه بقى ويا حبايبه دول يا اشرف؟ هو ليه حبايب غيركم؟ ما تتكلم لما تقابلني. اوكي، انت متاكد ان هو جاي لكم الليله؟ قولي له لو شافه يقول له ان انا موجود. حاضر يا انكل. اشرف لما تشوف ميدو قول له ان انكل عبد الحميد عندنا. بتقولي ايه؟ باباه جاي يدور عليه هنا في مارينا؟ قولي له يستناه في مصر احسن. ام سوري يا نجار، انا اسف، بس الحقيقه انت صعبانه عليا قوي. الحوارات اللي في دماغي دي كلها ملهاش اي لازمه. كابتن اللي في دماغك ده خلاص ما بقالوش وجود، انتهى. ماشي يا نجار، هقول له حاضر لما قابلك بقى. اوكي، وقت تاني. باي باي. دي نجار يا اشرف؟ ايوه يا بابا. استنى، ايه انت مش عايز تكلمني ليه؟ انتوا ابتديتوا تتكلموا تاني بعد ما رجعت من انجلترا؟ لا، هي اللي جت مارينا بتدور على واد صاحبها. هنا في مارينا؟ ايوه يا بابا. وبتسالك انت عن صاحبها؟ مين؟ احمد ابن المدرس بتاع القضيه. لسه بتسال عليه؟ باباه كمان جه يدور عليه. مش فاهم يا شكري، تقصد هنا فين؟ هنا في مارينا. جاي يدور على ابنه او يقابله. افهم من كده ان في خلاف بينه وبين ابنه جاي هنا وراه؟ تقريبا ولا بالتاكيد؟ هو اسباب الخلاف انا ما اعرفهاش. لا، انا اقول لك بقى اسباب الخلاف. هو جاي ورا ابنه هنا، يبقى ابنه جه مع بنتي هنا في مارينا. شوف الصفاقه، يعني اعمل ايه في الراجل ده؟ بعت له وقلت له بهدوء ابعد ابنك عن بنتي، مفيش فايده. هو وابوه مع بنتي هنا في مارينا، يعني كل اللي انا عملته طلع في شنك. يبقى لازم بقى الواحد يضرب في المليان. تضربه في المليان دي سهله، تدخله السجن المره دي.
أنا مش عايز أذي لا الراجل ولا ابنه، أنا بس عايز أفوقه. يعني الراجل عند ألفة ونجار؟ فؤاد كان موظف صغير في الجمارك تبع وزارة المالية، وأنا كنت مدرسة فرنساوي. اتجوزنا وإحنا صغيرين، وابتدى يكبر، وكل ما يكبر كان حبنا بيقل، وفضل يكبر ويكبر لحد ما الحب انتهى، وانتهى معاه الثقة والاحترام. اضطريت أخد نجار عشان هي اللي حلتي، ولما تأكدت من عدم طهارة إيديه وروحه طلبت منه الطلاق، لكن فضلنا مخبيين عن نجار عشان ما تتجرحش وروحها تنكسر. الحقيقة مدام ألفت أنا مش عارف أقولك إيه. ما تقولش حاجة، أنا شايفة إن دي طبيعة الأشياء. واضح إن الشرف والثروة والغنى ما بيتفقوش في زماننا ده، ولا رأي حضرتك إيه؟ اتفضل. والله ده بيتوقف الفلوس أصلها إيه وجاية منين، يعني جاية من الحلال ولا من الحرام. لأن مدام ألفت الدنيا مليانة نماذج تانية مليونيرات وشرفة، وشرفهم قد ثروتهم ويمكن أكبر. الكلامي مش مظبوط؟ يعني واضح إن حضرتك زعلانة قوي من الأغنياء، أو يعني الأغنياء اللي بتعرفيهم ما كانوش شرفة قوي. لو حضرتك غني مليونير أو ملياردير زي فؤاد نصار كان سلوكك اختلف. سلوكي يختلف إزاي؟ قصدي يعني كنت فضلت شريف كده متمسك بالقيم وتدافع عن الحق وتلجأ للقانون، بس في النهاية تنازلت زي ما انت شفتي. بس حتى تنازلك كان تنازل بشرف. بس متهيالي يعني لو حضرتك غني كان سلوكك اختلف. مدام ألفت هقولك كل اللي بيدور في دماغي. أنا مستعد أعمل أي حاجة في الدنيا بس ابني أحمد يرجع زي ما كان. ولو كنت مليونير زي ما حضرتك افترضت دلوقتي أنا اتنازل عن ملايين الأرض عشانه. لكن بما إن أنا فقير زي أحمد ابني ما بيقول لي، وما حدش غير اللي باقي من عمري، مستعد أضحي بيه عشان خاطره. أنا مش عارفة أقول لك إيه. واضح أنا رومانسي حبتين يعني. لا مش حبتين، كتير قوي. تعرف لو كل الآباء كده كان لازم الجنة تبقى تحت أقدامهم زي الأمهات، بس للأسف مش كل الآباء زي حضرتك. مش الأمهات كلهم كمان والأمهات كلهن مش زي حضرتك ولا زي أمل مراتي. مرسي. نجار اتأخرت قوي، واضح إنها ما لقيتش أحمد. أستأذن أنا. أكيد بتدور عليه وأكيد هتتصل. معلش الوقت اتأخر، أنا هاجي بكرة إن شاء الله. ده أكيد هي. يا رب خير. ألو؟ أيوة يا نجار. ها؟ لا لسه ما مشيش. قولي لي لقيتي أحمد؟ ها؟ قولي لها ترجع ما تتعبش نفسها، وأنا جاي بكرة إن شاء الله. طيب يا نجار، مستر هيمشي وهيجي بكرة إن شاء الله. خد العربية اركنها في أي حتة ورا الفيلا، مش عايز حد يشوفها هنا. وأنتوا معايا؟ حاضر يا فندم. تصبح على خير. وأنت من أهله؟ متشكرة أوي. العفو. اهلا باستاذنا. ويلكم بالاستاذ في بيتي. فؤاد بيه، لو كنت اعرف ان ده بيت حضرتك ما كنتش جيت. ها؟ طبعا لازم حضرتك تتصل بيا بنفسك وتبعت لي العربيه بالسواق عشان اقبل اجي.
وديك عرفت بقى انه بيتي، وان من حقي انا بس اقول مين اللي يدخل ومين اللي ما يدخلش. الا بقى اذا كنت حضرتك شايف ان من حق نجار ومامتها انهم يعزموك تيجي من القاهره عشان تقعد معاهم. فؤاد بيه، نجار والست والدتها ناس محترمين افاضل. مش محتاج لرايك عشان تعرفني مين نجار ومين مامتها، انا اعرفهم اكتر منك. لا واضح انك ما تعرفش عنهم حاجه كتير. يا سلام، نجار وست والدتها لازم تعلقهم في رقبتك ليل ونهار وتفتخر بيهم قصاد الدنيا كلها. اسمع يا راجل انت. قول يا راجل انت. انا سبق وقلت لك قبل كده ابعد ابنك عن بنتي، وقلتها لك بادب شديد جدا، بس واضح ان انا مضطر ان انا استعمل معاك لغه تانية. احتفظ باللغه التانية لنفسك، انا ما بعرفش غير اللغه العربيه وبحبها وبعلمها لاولادي ولاولاد الدنيا كلها. ماشي باللغه العربيه الفصحى، ابعد ابنك عن بنتي والا ما تضطرنيش اني انسفه. تنسفه وانت معاه. اسمع يا فؤاد يا نصار، واضح انك ناقصك معلومات كتيره قوي. اولها تعرف انا مين. انا عبد الحميد دراز، عبد الحميد دراز من الفلاحين من دسوق. لما بحب ارتاح بروح الفلاحين، لا بروح اوروبا ولا امريكا. والفلاح اللي زيي يدافع عن ولاده بدمه ويموت علشانهم ويتحبس علشانهم. جرب جرب وانا تلاتة بالله العظيم اتويك. ايه؟ اتويك. مش هتقدر تعوجني هتبني، ولو حاولت هتيني بينك وبينه دايما. ولو راجل وريني مرجلتك. وحوش بنتك عننا ما دام شايف ان احنا ناس وحشين ما بنقدرش نقول لها لا. هنا إلا مدرسين اللغة العربية. من فضلك يا فؤاد. ماله فؤاد؟ غلط؟ ماله فؤاد يا مدام؟ قال حاجة ما يصحش؟ قال حاجة ما حصلتش؟ الراجل اللي لسه نازل من عندك دلوقتي كان بيعمل هنا إيه؟ أنا مش هرد عليك طول ما أنت بتتكلم. طول ما أنا إيه يا مدام؟ مش فهماني ولا مش فاهمة إجابتي ولا أكرر لك السؤال؟ الراجل اللي كان هنا في بيتي في بيت بنتي كان بيعمل عندك إيه؟ برضه مش هرد عليك إلا لما تحترم نفسك. يا سلام، خلاص دلوقتي يا ألفت ما بقتش محترم. اللي يكلم أم بنته بالطريقة دي يبقى راجل مش محترم. مطلوب إيه؟ عايز تعرف الراجل ده كان بيعمل إيه هنا؟ كنا عازمينه عشاء على الغدا. برضه يا مدام ما كنتش عارف إن بيتي بقى القندة. وهو بيته كان لوكاندا لما كان بيعزم بنتك مرة واثنين وتلاتة وبيعملها زي بنته؟ وما يعزمهاش ليه؟ ما هو طبعاً طمعان في ثروتها، طمعان في فلوسي. الراجل جاي يدور على ابنه وبنتك هي اللي عزمته، ولما لقاني أنا وأمينة لوحدنا استأذن ومشي. آه، وقابلني تحت ومسك فيا وهددني، وكل ده عشان بقول له ابعد ابنك عن بنتي. إحنا اللي نبعد بنتنا؟ ولعلمك بقى الولد خلاص ساب كل حاجة، ساب الدنيا كلها، حتى نجار كرهها من اللي شافه واللي حصل لباباه. الراجل اللي بيلف الدنيا كلها عشان يشوف ابنه وياخده في حضنه، مش بيلف الدنيا كلها ويسيبه ما يعرفش عنه حاجة. لا لا مؤاخذة يا مدام، أنا إذا كنت بلف الدنيا كنت بلفها عشان أضمن لك مستقبلك أنتي وبنتي. اسمع يا فؤاد، أنت عارفني كويس أوي، وإذا كان على بيتك ده اتفضل خد مفتاحه.
انا لو كنت عايزه بيتك ما كنتش سبتك وسبت بيوتك كلها. ما هو ما يصحش يا مدام كمان ان انا احارب الراجل ده واطرده وانت تدخلي بيتي وبيت بنتي. ما تنسيش يا هانم انك طلقتي. اه كويس ان انت افتكرت، يعني حضرتك مالكش علي اي حقوق. لا باردون، لي حقوق على ام بنتي. بصي يا ألفت، من الاخر كده ما تضطرنيش ان انا اخد نجار واحرمك منها، وانت عارفه كويس قوي ان انا اقدر اعمل ده بمنتهى البساطه كده اهو. انت عايز تاخد بنتي مني؟ فيه يا بابي؟ فيه يا ماما؟ ما فيش حاجه يا حبيبتي. فيه يا بابي؟ رد عليا. ما فيش، الحمد لله على السلامه يا بابي. الحمد لله على سلامتك. يا ريت حضرتك تكون جايه تقولها لماما كمان، ما تكونش جايه عشان تتخانق معاها. لا احنا ما بنتخانقش. من فضلك يا بابي، ما بقتش صغيره. وعشان ما بقتيش صغيره ما يصحش تغلطي، ما يصحش تعاندي بابي، ما يصحش ان راجل غريب يدخل بيتي في غيابي. انكل عبد الحميد؟ ايوه انكل عبد الحميد. انكل عبد الحميد انا اللي عزمته يا بابا، عشان انا مش صغيره، وبعدين انا ما بعاندش حضرتك. وعشان انا مش صغيره يا بابا، في قرارات تخصني لازم انا اخدها لوحدي. قرارات تخصك من غير ما تاخدي رأي باباكي أو مامتك؟ أيوة يا بابا، زي ما حضرتك أنت ماما قررتوا تتطلعوا من غير ما تاخدوا رأيي، ولا كأني بنتكم ولا كأني أهمكم. من فضلكم بقى، زي ما أنتوا الاتنين معرفتوش تحافظوا على حقي، سيبولي أنا أحافظ عليه، لأني مش هتنازل عن حقي تاني أبدا. إيه رأيك يا فؤاد بيه؟ ما ترد؟ هرد، عشان احافظ على بنتي هرد بطريقتي وقريب قوي. لا 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 بتهزر، اكيد بتهزر يا عبد الحميد يا دراز. مش بهزر يا طه سيد احمد. لا انت لسه فاكر اسمه اهو. بالحضن يا رفيق الصيبة والشباب وجامعة القاهرة وحواري السيدة زينب. طيب اقفل الباب وقول اللي انت عاوز تقوله بعد كده. ايه ده؟ هو انا ما قفلتوش؟ لا 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 بجد بجد وحشني قوي قوي عبد الحميد. يا طيب يا طه حاسب طلوعي، انا متلصم يا اخي. متلصم يا راجل؟ بسم الله ما شاء الله، ده انت ما بتكبرش. اتفضل على الصالون عدل ولا نسيت؟ يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. خش يا عبد، انت صاحب بيت. احكي لي اخبارك ايه؟ وتنزلت عن القضيه؟ ما كانش قدامي غير كده. ما كانش قدامك انت، لكن انا كان قدامي السكك كتير. ما جيتنيش ليه يا عبد الحميد؟ بصراحه كنت تعبت. ولا انت فاكرني محامي نص لب؟ لعلمك بقى مسميني هنا العتل، طه سيد احمد العتل. ما فيش قضيه بعون الله وهوت من اخوك، وكله من اول درجه. ربنا يزيدك. بس انت خطرت على بالي بجد، بس قلت يعني انت في اسكندريه وانا في القاهره. يا سلام، مفيش مواصلات يعني؟ ولا هاجي لك راكب جمل؟ تعرف يا عبد الحميد، قضيه زي دي انا كنت لعلعت فيها، وكنت خليت لك الوزير الفاسد ده يلف حوالين نفسه. ده انا كنت هطلع له القديم والجديد، وهطلب التحقيق في جميع قضايا الفساد اللي فاتت. طه يا نمر، الحكايه دي خلتني اتكسرت قصاد بنتي وجوزها، ربنا يمسيهم بالخير بقى. بس اللي مزعلني اكتر الواد احمد ابني، ساب البيت زعل ومشي. قال ايه؟ انا ضيعت حقه. معاه حق، وضيعت حقك انت كمان. انت غلطت يا عبد الحميد. يا طه، انا جاي لك عشان تحاكمني انت كمان. لعلمك انك كنت هنزل في لوكاندا. تنزل في لوكاندا في اسكندريه وانا هنا في محرم بيت؟ بس انت عارف ايه اللي خلاني ارجع في كلامي؟ قلت يعني هدفع مبلغ واقدره؟ قلت لا، روح لطه. تعرف لو كنت عملتها وبيت في اسكندريه وانا عرفت، كنت هرفع عليك قضيه، دعوه مستعجله. الحمد لله ان انا ما عملتهاش. يا ريت بقى تشوف لي مخده وكوفرتها عشان اريح هنا لحد الصبح. تريح هنا فين؟ هنا في الصالون. ثلاثة بالله العظيم ما انت نايم غير معايا وعلى سريري. ايدك يا طه. هنا كويس. طه ده ايه؟ اختك ام ايمن من ساعة انت ما جيت مجهزة الأوضة والسرير. يلا لحسن، شكلك مرهق وعايز تنام. انا ما نمتش بقالي مدة. عارف انا النهاردة كنت هضرب واحد ملياردير في الساحل الشمالي. تضربه بالعربية؟ لا، طول لسانه عليا وقال لي انا هنسف ابنك
قلت له لو جدع وريني مرجلتك، ورحت ماسك في خناقه. ده مين الملياردير ده؟ لا ده ما افتكرش انه عدى عليك او جالك عشان تدافع عنه. فؤاد نصار. فؤاد نصار؟ ايوه. وانت ايه اللي وداك في سكه فؤاد نصار؟ احمد ابني. لا بلاش تنام دلوقتي بقى، واقعد احكي لي الحكايه بالتفصيل. ايوه يا بابا، انا خلاص على باب فيلا اهو. ازيك يا ممكن فؤاد؟ اهلا يا اشرف. فخرت ليه يا اشرف؟ معلش يا بابا كنت واقف مع اصحابي شويه. اشرف انا عايز اتكلم معاك. تحت امرك يا ممكن. انت طبعا عارف انا بحبك قد ايه. طبعا عارف. اظن ما عندكش شك في كده يعني. ولا بابا بيشك. سيب بابا ده بعدين. انا في الدنيا دي ما عنديش اغلى من نجار، ولما احب اختار لها عريس انت عارف انا هختار لها مين. انت بتتكسف قوي، ما تتكلم ما تنطق. هختارك انت طبعا، رغم تحفظي على كثير من تصرفاتك، لكن في نهايه الامر اعمل ايه؟ انت ابن شكري عبد الرؤوف استاذي. ميرسي قوي يا انكل فؤاد. هقول لك انا ميرسي كبيره قوي لو انت جاوبتني بصراحه وقلت لي ابن المدرس ده حكايته ايه. ميدو؟ ايوه ميدو. ايه هتخبي عليا؟ لا انا عايزك تقول لي كل حاجه يا ابني. هو جاي هنا عشان نجار؟ هو جه معاها؟ لا. يعني جاي لوحده؟ جه لوحده. ليه؟ مش عايز تتكلم؟ مش عايز تصارحني؟ خلاص بلاش. مش هيصارحك ليه؟ انت خايف عليه؟ في سر ولا حاجة؟ ما تتكلم يا أشرف، هو صاحبك؟ احنا عمرنا ما كنا صحاب، بس هو يعني ايه يا ابني؟ ايه يعني ايه؟ هو جاب بلطجية من المنطقة عنده وهددونا. بلطجية؟ هو بيعرف بلطجية؟ هو نفسه بقى بلطجي وبيرفع مطوة و... وايه يا ابني؟ ما تكمل. ما تتكلم يا أشرف، ده مش هزار. أنت خايف منه ولا عليه؟ أصل هو يعني بيروج البغاشة. بيروج إيه؟ بيروج إيه؟ ما تتكلم يا ابني. بيبيع الصنف. صنف؟ مخدرات؟ الحمد لله بالسلامة يا كابتن. الله يسلمك. شوية في الخمسين؟ لا سيبك من الخمسين دلوقتي وهات لي أي حاجة كلها. أوامرك، جبنة ومربى؟ أي حاجة صلاح، جعان. ألو. ألو. أيوة يا ابني إحنا على البحر، أنت فين؟ أنا هنا معاكم، يلا هلوا بقى. أيوة يا ابني يعني فين بالظبط؟ نفس الكافيتيريا، هلف لفة وأرجع. بقول لك إيه؟ إعمل حسابك أنت سهران معانا لليلادي. يلا قشطة، صباح الفل. قال لك إيه؟ هيليل معانا ليلادي. قشطه. اعزائي البنات احب اقول لكم ان احنا كلنا معزومين ليلادي على حساب استاذ اشرف باشا. صباح الفل صباح الفل. على حساب انا؟ طب هات الموبايل. هو انت عايز الموبايل ليه؟ هعمل مكالمه والحساب يجمع. مكالمه. طب اعمل دقيقه واحده بس. حاضر. ولا اقول لك رن له وهو يتصل. ارن له؟ ابوك وكيل ولع من المقاولات والسباكه وتقول ارن له؟ الله اكبر. الو ماي فير ليدي، تحب تشوفي الكابتن؟ هو فين؟ في الحفظ والصون لحد ما تقابلينا. معاكوا يا اشرف؟ هو دلوقتي في كافيتيريا على قده، بس هيقابلنا بالليل عشان نسهر. اسمع يا اشرف، اوعى تقول ان انا جاي مش عاوزاه يمشي. هشوف بابا فين. مع السلامه. يا ترى ليك فين دلوقتي يا انكل؟ Thank you.
كنسلت لي بس يا انكل. الوقت اللي انا محتاجه لك فيه تكنسل. ادي اللي خدناه، يعني الكحكة في ايد اليتيم عجبه. يا ولاد ما حدش منكم شاف حد قرب العربيه؟ الموبايل ضاع. لا حول ولا قوه. كويس ده انا ما سبت، ما دخلت المحل وخرجت اكيد ما لقيتوش. ما انا دورت يا ابني، دورت تحت وهنا مفيش. لا حول ولا قوه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني حرام، معقول ده يحصل؟ ما سبت يا ابني مفيش. اهو بص كويس يا عمي، ما انا بصيت كويس والله. بابا حضرتك انت بتعمل ايه؟ احمد كان ليا ابني تايه بدور عليه، والحمد لله اني لقيته. طب اتفضل اتفضل اركب. اركب ايه؟ رجلي على رجلك. اتفضلوا اتفضلوا. شكرا ليكم. اشكرك. رجلي على رجلك. انت منين اللي قال لحضرتك ان انا هنا؟ نجار، ولعلمك بدور عليك من امبارح بالليل، وقالت لي انها تتصل بيا اول ما تعرف انت فين. تعال فايدة يا ماما، أكيد غلط وقفل التليفون. اهدي شوية يا نجار، مش كده. قاعدة ازاي بس يا ماما؟ ميدو زمانه على وصول للكافيتيريا. يعني احنا وقت ما نلاقي ميدو ما نلاقيش بابا. أنا هنزل قبله يا ماما. تقابلي مين؟ هقابل ميدو، هقوله يجي يقابل بابا يقعد معاه. يجي هنا؟ حضرتك عندك اعتراض يا ماما؟ لا يا بنتي، بس انتي سمعتي باباكي قال ايه؟ من فضلك يا ماما، ده بيتك، بيتنا، وبابا كاتبه باسمي. وبعدين بقى أنا ما قلتش إن احنا نروح نقعد عنده في الفيلا ونتكلم. إذا كان حضرتك مش عايزانا نيجي نقعد نتكلم هنا، هنقعد في أي كافيتيريا. لا يا بنتي، مستر عبد الحميد يشرف أي بيت يدخله. خلاص يا ماما، أنا هنزل أشوف ميدو وهدور على مستر عبد الحميد. عن إذنك ماما، حضرتك هتساعدينا مش كده؟ ربنا يهدي ويجي معاكي. هيجي يا ماما، أنا عارفة إنه جاي.